ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ وهل الإنسان حينما يصلي كيف تكون نية الصلاة؟ هل يقول نويت أصلي الفجر أو يقول نويت أصلي الصبح؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الفجر هي صلاة الصبح بلا شك، سميت صلاة الفجر أو صلاة الصبح لأنها تجب لطلوع الفجر أو طلوع الصبح، والفجر هو الصبح، لا فرق بينهما. أما التلفظ بالنية فلا يجوز، هذا بدعة، لا يقول نويت أصلي الصبح ولا نويت أصلي الفجر، لأن هذا بدعة محدثة، قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية عند الصلاة أو عند الوضوء أو عند الطواف أو عند غيرها من العبادات، إلا ما ورد في الإحرام وفي ذبح الهدي والأضحية، هاتين المسألتين فقط، وما عداهما من العبادات فلا يذكر النية بلسانه، بل يكفي ما في قلبه، والله تعالى يعلم ما في الصدور، قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. جزاكم الله خيرا.